طبعا. طب في الموسيقى والإيقاعات اللي احنا عايشين فيها دي، ايه رأيك في المهرجانات وفي المستجدات اللي الناس بتسمعها دلوقتي؟ انت بتسمعها فضول، ما بتسمعهاش موقف، ولا بتسمعها يعني؟ انا بسمع كل حاجه عموما، بس هي التطور الطبيعي للفن الشعبي في اللي حاصل دلوقتي. يعني الفرع كده من فروعه فكره المهرجانات ده، وطالما الحاجه ليها جمهور خلاص، يعني هو مش هتقدري تمنعي حد انه يسمع حد بيحبه ايا كان اللون ده بيتقدم يعني ازاي. طالما ليها جمهور يبقى هي احتياج عند الناس. اكيد يعني المهرجانات دي مثلا اغلب الشعب بيحبوا المهرجانات، وفي بقى تفاصيل جوه كتير بينهم، بس انا اسمعها ولكن ما اسمعهاش كتير. يعني يعني من باب الفضول، مش ان انت وفي مش الراب بقى اعجاب يعني. والتراب والدسات والحاجات دي، يعني الموضوع قاعد بيتطور بشكل رهيب جدا. تمام، حاجات جميله بتتقال ولطيفه ومزيكا حلوه وكل حاجه، بس اسمعها مره اتنين تلاتة بكتير قوي. يعني طب انت هتكرر انت عملت مع بلاك تي، ما غنيت معاهم، بلاك تيما ده موضوع تاني ايه بقى ليه مختلف؟ مختلف، لانه المزيكا اللي بيقدموها، نوعية الكلام، يعني بيتعاملوا مع شعراء مهمين جدا. طب ما كتبت لهمش ليه؟ ما جاتش انت الفرصة. اهو انت مع بلاك تيما. ما جاتش الفرصة، بس لكن كنت بتغني ايه معاهم؟ أغنية اسمها كل مرة. طب ما تقول لنا كل مرة دي. أنا مش بغني. أيوة حضرتك أداء اسمها أنا بغني. بتؤدي، احنا اعتمدناك كمان مغني خلاص. هي أغنية جميلة، هم طبعا بيغنوها بشكل أحلى بكتير. هي بتتكلم عن كل مرة بدق باب يطلع لي واحد قلبه داب. أغنية جميلة، يعني كنت متوتر ساعتها برضو، أول مرة أطلع على مسرح أغني أصلا. لكن كانت تجربة حلوة جدا، وهم أغانيهم مختلفة وفيها برضو رسالة جميلة وفيها مزيكا طب هي حلوة. فرصة ايه تكتب والله إن شاء طالما الله انت يحصل. مقتنع بيهم ويعرفوك، فاهو من غير ما هتبقى خجلان ان انت تروح تقول للناس هيحصل انا إن شاء عندي الله. أنا حاجات. عايز أقول لك كمان، الحمد لله أنا يعني الموسيقيين كتير جدا منهم أصدقائي وحبايبي جدا، يعني خالد عز بقى، خالد الكمار، خالد عز ده شادي جميل. مؤنس، خايف انسى حد، بس كتير يعني حبايبي طب جدا. انت وصلت فين في دراسة العود؟ لا، لسه بدري، لسه بتبتدي. لسه بدري خالص. طب لما انت بقى تدرس الموسيقى والنوتة والمقامات، ممكن تلحن، تركز في التلحين ممكن حابب يعني؟ ممكن، لانه التلحين ملوش علاقة برضو بالصوت، يعني هو خيال، ما طب احساس. انت عايز تعمل استوديو عشان تعمل لنفسك اغاني، ولا تعمل لغيرك اغاني، ولا حبا في الموسيقى؟ اكيد لغيري طبعا، مش ليا دي تبقى حاجه هتاخد وقت كبير جدا مني، لازم اكون واصل للمرحله دي. انما يعني حب للموسيقى يخليني اعمل ده، واحب ان انا يعني ابقى عارف مثلا المود او اللون اللي بيتقدم عند كل حد، فممكن يعني الحن له حاجه، اكتب له حاجه، واللي حابب يعمل كده طبعا إن شاء الله ده شيء يسعدني يحصل قريب بعد هذا اللقاء، ان شاء يبقى الله. نسيب بالتزامن التمثيل مع بقى التمثيل. لا 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 لا، بالتزامن مع التمثيل.